السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية كالعادة مع أبرز العناوين. لواء برشيد يحتفل بذكرى تأسيسه الثالثة. الأجهزة الأمنية تقبض على مواطن طعن أخيه بالمكلا. نادي التضامن يربح المليون ويتوج بطلا لكأس الفقيد الشيخ حسين بن كردوس. كانت هذه أبرز العناوين وإليكم التفاصيل، أهلا بكم. تفقد محافظ حضرموت موقع نقطة شموسة، إحدى النقاط الأمنية على المدخل الغربي لمدينة المكلا، وأشاد محافظ حضرموت بمستوى الضبط والربط العسكري للمرابطين في النقطة، مثمنا دورهم الكبير في أداء مهامهم. وصرف المحافظ مكرمة لكل منتسبي نقطة شموسة نظير أعمالهم ومواقفهم البطولية التي سطروها، كما رقى جنديين إلى مساعد أول لتميزهم بالحس الأمني أثناء إلقاء القبض على عصابة مهربين الحشيش ورفضهم أخذ رشوة مقابل مرورهم. شهد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم حفلا عسكريا بقيادة معسكر برشيد احتفاء بيوم الذكرى الثالثة لتأسيسه. وفي الحفل هنأ المحافظ البحسني قيادة وضباط وأفراد اللواء بالمناسبة الذي يتزامن مع قرب الاحتفاء بالذكرى الثالثة لتحرير ساحل حضرموت من الإرهاب. ومن جهته أثنى قائد لواء برشيد العميد عبد الدائم الشعيبي على الدور الذي لعبته قيادة المنطقة الثانية في مراحل التأسيس والدعم السخي من التحالف العربي. وتخلل الحفل عرض عسكري لأفراد اللواء بمعسكر الحمراء، واختتم الحفل بتكريم محافظ حضرموت بدرع تذكاري وآخر لقيادة التحالف العربي. وعقب الحفل طاف القائد البحسني بعدد من المباني المنجزة داخل اللواء مشيدا بالمستوى الذي توصل إليه لواء برشيد منذ تأسيسه. حضر محافظ حضرموت حفل اختتام برنامج قلمي الذي نفذته مؤسسة قلم للإبداع العام الماضي، والذي استهدف 132 شاب وفتاة من المتسربين من التعليم والأميين وضعيفي القراءة والكتابة. وشهد البرنامج الذي استمر لتسعة أشهر سلسلة من الدورات المجانية في عدد من مديريات المحافظة، تضمنت التقوية في القراءة والكتابة والإملاء والخط وأساسيات اللغة الإنجليزية والحاسوب والتنمية البشرية. وأعرب المحافظ عن ارتياحه لرؤية شباب في مقتبل العمر على التحاقهم بمثل هذه البرامج، مشيدا باهتمام مؤسسة صلة للتنمية بدعم الجوانب التعليمية والصحية والتنموية، وكذا دور مؤسسة قلم للإبداع في احتضان الشباب غير المتعلم والأمي وتدريبهم وتأهيلهم ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع. وفي ختام الحفل قام المحافظ بتكريم 52 متميزا في البرنامج. عقدت رئاسة الهيئة العليا لمؤتمر حضرموت الجامع اليوم بالمكلا اجتماعا لها برئاسة رئيس المؤتمر الشيخ عمر بن حبريش، وبحضور النائب الأول لرئيس المؤتمر الشيخ محمد عوض البسيري. واستعرض الاجتماع تقارير عن الأمانة العامة وما أنجزته خلال الفترة الماضية وفقا للخطط المقررة وتكليفات رئاسة المؤتمر. كما أقر الاجتماع مقترح بشأن توسيع دوائر الأمانة العامة بما يتوافق مع خطط المرحلة القادمة. وتم تكليف الأخ أكرم نصيب العامري أمينا عاما مساعدا للمؤتمر. وكانت رئاسة المؤتمر قد وقفت في مستهل اجتماعها أمام المحضر السابق ومستوى تنفيذ التكليفات الصادرة عنها. افتتح مدير مكتب وزارة الخارجية بمحافظة حضرموت السفير سالم بلفقيه قسم المناوبة لمكتب الخارجية بمطار سيئون الدولي. واطلع السفير بلفقيه على القسم والخدمات التي سيقدمها للمسافرين
في التصديق على التقارير الطبية لتخفيف معاناة المسافرين في تأجيل رحلاتهم وتكلفهم خسائر مالية، إلى جانب منح تأشيرات خروج بعد أن كانت مقتصرة على مكتب الخارجية بعدن والمكلا. وأوضح السفير بلفقيه لوكالة سبا أن القسم سيشكل نقلة نوعية في العمل الدبلوماسي وتقديم التسهيلات لمواطني الجمهورية، باعتبار أن مطار سيئون المنفذ الوحيد الذي يعمل لخدمة مواطني الجمهورية كنافذة للخارج. تمكنت الجهات الأمنية بأمن مديرية المكلا ومركز فوة من القبض على شخص قام بطعن أخيه ولاذ بالفرار. وصرح مسؤول أمني إنه ورد بلاغا لشرطة مركز فوة عن تعرض مواطن للطعن من قبل أخيه بعد اشتباكه معه إثر قيام الجاني بمضايقته والاعتداء عليه. وأضاف المصدر أن المختصين بالشرطة باشروا إجراءات الضبط الجنائي للواقعة وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم رصد الجاني ومركبته بعد الاشتباه به من قبل أحد التحريات الأمنية والقبض عليه والعمل جاري على تسلبه بعد استيفاء الإجراءات النظامية اللازمة. أكد مدير عام الاستثمار بساحل حضرموت الأستاذ أحمد منيباري على أهمية مشاريع الاستثمار في إنعاش الحياة الخدمية والتنموية بالمحافظة. ولفت مدير عام الاستثمار خلال زيارته الميدانية لمديريات غيلبا وزير والشحر والديس الشرقية إلى أن الهيئة عازمة على تنشيط حركة الاستثمار في المديريات والاهتمام بالمستثمرين وتذليل الصعوبات التي تعترضهم، وكذا الجدية في معالجة قضايا الاستثمار ومعوقاته. وخلال الزيارات تعرف مدير عام الاستثمار على الفرص الاستثمارية المتاحة بتلك المديريات، كما عقد لقاء مشترك ضم المديرين العامين لمديريات غيلبا وزير والشحر والديس الشرقية كرس لتدارس أوضاع الاستثمار والصعوبات التي تواجه المشاريع الاستثمارية في مديرياتهم وكيفية معالجتها. ضبطت دورية أمنية تابعة لمعسكر الإرسال الإذاعي في مدينة الشحر التابع للواء الأحقاف فجر اليوم مجموعة من متعاطي الخمور وبحوزتهم كمية كبيرة منها بالقرب من ميناء الشحر السمكي، حيث تمكنت دورية أمنية كانت في مهمة تمشيطية في مدينة الشحر من مجموعة من الأشخاص على شاطئ البحر بالقرب من ميناء الشحر وهم في حالة سكر بعد تعاطيهم الخمور، وكان بحوزتهم جالون 20 لتر من الخمر وثلاث علب صغيرة، وتم تسليمهم إدارة أمن مديرية الشحر لاتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة حيالهم. داهمت قوة أمنية بوادي وصحراء حضرموت منزل في منطقة العنوسة بوادي بن علي بمديرية شبام يستخدم لتخزين وبيع المواد المخدرة وتصنيع الخمور بكميات كبيرة. وخلال المداهمة تم القبض على 4 أشخاص وضبط 27 كيلو من الحشيش المخدر ومصنع متكامل للخمور وكميات كبيرة من الخمر البلدي تقدر ب2000 لتر، بالإضافة إلى دراجة نارية وعدد من البطائق الشخصية والبنكية للعصابة. وأشاد مدير أمن وادي حضرموت العميد مبارك بنجاح المهمة مؤكدا استمرار الحملة لضبط المطلوبين أمنيا والخارجين عن القانون ومتابعة أوكار العصابات. نظمت إدارة الأنشطة المدرسية بمكتب وزارة التربية والتعليم بوادي وصحراء حضرموت اليوم المفتوح لثانويات البنات بمشاركة 11 ثانوية من مديريات سيئون وتريم وشبام والقطن. وتضمنت منافسات اليوم المفتوح التي تأتي برعاية من السلطة المحلية بالمحافظة، وتنافست فيها قرابة 105 طالبة في المسابقات الثقافية العامة والشعر والرسم وتنس الطاولة والشطرنج. واطلعت السلطة المحلية على الأنشطة والفعاليات مؤكدين أن مثل هذه الأنشطة تخلق جانب من التنافس والتنوير الإبداعي والتميز والتفكير الذي يساعد الطلاب على فتح آفاق واسعة في التزود بالمعلومة والفائدة.
قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات غذائية لمرضى السرطان وذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة سيئون، وشملت المساعدات 800 سلة غذائية استهدفت مرضى السرطان وذوي الاحتياجات الخاصة. بدوره أشاد مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية بالوادي والصحراء عبد الله باجهام بدور مركز الملك سلمان للإغاثة في تقديم العون للشعب اليمني ووقوفهم المستمر مع المواطنين. وتأتي هذه المساعدات ضمن المشاريع التي تقدمها السعودية عبر المركز لتخفيف العبء على الفئات الأشد احتياجا من المرضى. توج نادي التضامن بطلا لكأس الذكرى الرابعة لفقيد حضرموت الشيخ حسين صالح بن كردوس التميمي بعد فوزه في المباراة التي جمعته على ملعب الفقيد برادم بمدينة المكلا مع نادي أهلي الغيل بهدفين دون رد. بدأت مجريات المباراة بالوقوف دقيقة حداد على روح المرحوم الشيخ حسين بن كردوس التميمي لتنطلق بعدها صافرة الحكم وتعلن انطلاق المباراة. استهل نادي التضامن المباراة بالهجوم على مرمى نادي الأهلي، وشهدت مجريات المباراة سيطرة نادي التضامن على الكرة وضغط متواصل على مرمى الأهلي لتنتهي مجريات المباراة بفوز نادي التضامن بهدفين دون رد. وتخلل شوطي المباراة سحب على جوائز مقدمة من مؤسسة بن كردوس للتنمية إلى جانب تكريم عدد من الشخصيات والرياضيين القدامى. وفي ختام المباراة تسلم نادي التضامن كأس البطل ومبلغ 1,000,000 يمني، فيما تسلم أهلي الغيل كأس الوصيف ومبلغ 500,000 ريال يمني وتكريم شخصيات رياضية ولاعبين قدامى لهم باع كروي كبير. السيدات والسادة، بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، وهاكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. لواء برشيد يحتفل بذكرى تأسيسه الثالثة. الأجهزة الأمنية تقبض على مواطن طعن أخيه بالمكلا. نادي التضامن يربح 1,000,000 ويتوج بطلا لكأس الفقيد الشيخ حسين بن كردوس. وبالتذكير بالعناوين مشاهدينا الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.